السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا فائدة في أحد طرق باب العلم ذكرها مع الشيخ نور الدين عتر في تعليقه على كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. يقول: عموما أهداف الرحلة عند المحدثين، ذكر تحصيل الحديث وتثبت الحديث إلى قال خامسة، قال: مذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها. يقول: وهو فن جليل يحتاج إلى عمق النظر وتقص الأسانيد والروايات، لذلك قال العلماء: إن التعمق فيه وتحصيل الملكة العلمية لا يتم إلا بالمجالسة والمذاكرة ولقاء جهابذة الفن. قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: ولو كان حكم المتصل والمرسل واحدا لما ارتحل كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الأسفار إلى ما بعد من الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم في سائر الآفاق. وكان سفيان بن عيينة بمكة يرحل إليه علي بن المديني من العراق للمذاكرة في ذلك، فقال ابن عيينة: يلومونني على حب علي بن المديني، والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال يحيى القطان: أنا أتعلم من علي أكثر مما يتعلم مني. وعلي بن المديني طبعا هو شيخ البخاري وإمام المعروف يعني. يقول: وقال الإمام أحمد بن حنبل: وكان الإمام أحمد بن حنبل يصلي من الليل 100 ركعة أو أكثر، فإذا زاره يحيى بن معين اكتفى بالقليل من النافلة وجلس للمذاكرة مع يحيى، فقال له ابنه في ذلك قال وراك يعني، فقال: يا بني إنما يفوت من النافلة يدرك، لكن إذا فات ما عند هذا الفتى لا يدرك، يقصد يحيى بن معين. يقول: ومن روائع نتائج الرحلة ما أفاده الإمام الترمذي في علل الحديث من الإمام البخاري، وهذا كتابه العلل الكبير، شاهد صدق بذلك كثرة نقوله عن الإمام البخاري في معظم أحاديث الكتاب. وقد صرح الترمذي في آخر جامعه بإفادته من هذه المباحثة فقال: وما كان فيه يعني الجامع من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل يعني البخاري. فلا شك أن المذاكرة بين الإخوان تثري طالب العلم، وهذا لا شك أن المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.